الذكاء الاصطناعي. في عصر التكنولوجيا الحديثة أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يتجلى ذلك في تطبيقات متعددة بدءاً من المساعدين الرقميين وصولاً إلى الأنظمة التعليمية. رغم الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إلا أنه يحمل في طياته مخاطر قد تؤدي إلى غباء فكري لدى الأفراد، مما يستدعي النظر في تأثيراته السلبية. كيف سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى الغباء الفكري؟